وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين. بدايه قبل التعريف انا يعني اود ان اعرف نفسي، او احد الاخوه كان الشيخ حفوظ يقدم التعريف بس اتاخر لاسباب، وبعدين بعد كده هسألكم سؤال خاص بالدورة اللي هناخدها إن شاء الله. أنا أخوكم راغب السرجاني، أنا أستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة، وإلى أجوار الطب طبعا ما زلت أمارس الطب الحمد لله، يعني إلى أجوار الطب فأنا يعني بعمل في مجال التاريخ الإسلامي، وحضرت بعض المحاضرات هنا في ديترويت، بس انا مش متذكر الحقيقه في اي مكان خلال السنوات الماضيه. والحمد لله انا اصدرت الى الان 58 كتاب في التاريخ الاسلامي والفكر الاسلامي، وان شاء الله قريبا يصدر الكتاب 59، وهو كتاب قصه محمد الفاتح. يعني هو في المطابع لسه ما خرجش للنور يعني، لكن هو كتاب ان شاء الله يكون يسد الثغره من الثغرات المهمه، يخرج الكتاب ان شاء الله في 1000 صفحه عن محمد الفاتح، وهو يعني يعتبر احد الاجزاء عن الدوله العثمانيه. يكون في كتاب اخر عن الدوله العثمانيه بشكل عام، كتاب الدوله العثمانيه يكون اصغر من كتاب محمد الفاتح. محمد الفاتح يعني شخصيه تحتاج الى تفريغ اوقات واعمار لدراسة حياته، وخاصة وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نعم الأمير في الحديث المشهور: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. والحمد لله أنا يعني كنت عملت موقع على الإنترنت سنة 2005 للتاريخ الإسلامي، هو موقع islamstory.com، قصة الإسلام، وهو الموقع الأول على المستوى العالمي من سنة 2008 في التاريخ الإسلامي. الحمد لله ما زال محتفظ بالمركز الأول إلى عامنا هذا، وزوارنا بفضل الله يعني بيتراوحون من حوالي 30-40 ألف يوميا، والموقع موجود بعدة لغات إلى الجوار العربية، الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والصينية والإندونيسية والروسية، 7 لغات إلى جوال اللغة العربية. والحمد لله يعني يقدم إسهام جيد في تغيير المسار إلى تصحيح تاريخ الإسلام. رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية في القاهرة، هو مركز متخصص في تحقيق التاريخ وتحليل التاريخ وتوصيل المعلومة إلى الناس بصور مختلفة زي الانترنت أو زي الكتب أو زي الدورات اللي احنا فيها دلوقتي أو غيرها من وسائل التوصيل. ومركز فيه حوالي 22 موظف ديفوتد فول تايم شغالين في هذه المسألة يعني. فده بإيجاز يعني بيوغرافي بتاعي، وإن شاء الله يعني في فرصة للتواصل معاكم لو حد عايز يسأل أسئلة خاصة بأشياء أخرى في حياتي يعني. اليوم ان شاء الله هنتكلم على محمد الفاتح، لكن بعض الاخوة قالوا لي ان بعضكم حضر عن محمد الفاتح معايا في فلنت من حوالي 4 أو 5 شهور، فكم واحد من الحضور حضروا؟ لان ده هنبني عليه الدورة بتاعت اليوم. اللي حضر في فلنت يرفع ايديه. 1 2 3 دي مشكلة لأن الثلاثة دول هيسمعوا تاني بقى كده، لأن أنا يعني لو أنا كان عدد كبير حضر كنت هدي ماتيريال جديدة بناء على ما ذكرناه في فلنت، مش كده؟ لكن إذا كان المعظم ما حضرش فمش عارف أقول لكم إيه بالظبط يعني، معلش هتسمعوا كلام تاني أحسن، لان انا لو عدت نفس يعني لو الافضل ابتدي من البدايه السليمه اللي هي من اول القصه، فاعذرونا معلش الاخوه الاخ
الاخين والاخت اللي حضروا، يعني انا جاي اختارك، يعني انا كنت بحضر ماتيريال جديده بناء على يعني اللي اخذناها بكده من 4-5 شهور. طيب يبقى نرجع كده بقى الاول السلايدز معلش، والكلام الجديد ده مش هنقوله طبعا. هي الماتيريال ضخمه جدا، يعني هي مش هينفع تتقال في يوم ولا يومين ولا ثلاثه، يعني محتاجه اسبوع مع بعض نتكلم على محمد الفني عشان نخلص الماتيريال الموجود. فاحنا في كل الاحوال هناخد منها جزء يعني. فاليوم ان شاء الله ناخد جزء، وباذن الله ربنا يوفق لنا زيارات اخرى ونكمل فيها قصه محمد الفاتح، او ناخد فيها اجزاء جديده من قصته. محمد الفاتح شخصيه من الشخصيات الاستثنائيه في التاريخ. الصوره اللي انتم شايفينها دي صوره حقيقيه لمحمد الفاتح، يعني عشان حبيت اجيبها في البدايه علشان وانتوا معايا بتتابعوا القصه تبقوا متصورين او متخيلين الصوره، فتقدروا تعيشوا في الاحداث معانا ان شاء الله. هذه الصوره رسمت في سنه 1479 قبل وفاه محمد الفاتح بسنتين، رسمها جنتل بليني، ده احد اكبر رسامي الصور في ايطاليا، هو بندقي من البندقيه من فينيسيا، هو يعني أتى إلى التوبكابي أو القصر الحاكم في إسطنبول، واستضيف على مدة سنة وشوية، عمل بعض الرسومات في قصر توبكابي زي بعض اللوحات، وفي نفس الوقت رسم هذه الصورة، والصورة دي موجودة دلوقتي في الناشونال جاليري في لندن. طبعا وصلت لندن في قصة، بس مفيش داعي إيه للتفاصيل الدقيقة ديت، إنما هو دي الصورة أقرب الصور إلى شكل محمد الفاتح الحقيقي. محمد الفاتح قصة من قصص التاريخ، وإحنا ممكن نسأل لماذا التاريخ؟ يعني بعض الناس بتتصور إن من الأفضل إننا نتكلم في الواقع الذي نعيشه، أو يعني فيما نحن قادمون عليه من المستقبل. لكن الحقيقة إن التاريخ من أهم العلوم التي ينبغي أن تدرس، وربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم تاريخ، وده شيء لافت جدا للنظر، أن كتاب القرآن الكريم هو كتاب أحكام وكتاب هدى للمسلمين إلى يوم القيامة. فإحنا ممكن لو بعقليتنا البشرية نتخيل أنه هو يكون عبارة عن القوانين والأحكام التي ستحكم حياتنا إلى يوم الدين، لكن ربنا سبحانه وتعالى في هذا المنهج التربوي فرق تلته للقصص للتاريخ، قصص الأقوام السابقين من الذين كذبوا ومن الذين صدقوا، من المؤمنين ومن الكفار، من الأنبياء ومن غيرهم، قصص متتالية.